أولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها اهتماما كبيرا بالعنصر البشري واعتبرته المورد الحقيقي وأساس التنمية. نعم، هذا واستطاع المواطن الإماراتي تحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة في بناء حاضر ومستقبل البلاد. العنصر البشري حجر زاوية التنمية المستدامة، وهو كما رآه مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأنه الثروة الحقيقية للمجتمع وعماد النهضة، وهذا ما قامت عليه الإمارات وانطلقت من أساسه وصولا إلى النماء والازدهار. وكان لدى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إيمان قوي بقدرات الشباب، وعلى يقين بأن الشباب الإماراتي رجالا ونساء يدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وحققت الإمارات بفضل رؤيته الثاقبة حلمها في تحويل التضاريس الصحراوية للبلاد إلى أرض تنتشر فيها ناطحات السحاب، وسارت الإمارات على هذا النهج القويم وسجلت مستويات عالية من التقدم. ارتقى معها مستوى التعليم، ووصل متوسط دخل الفرد إلى مستويات تضاهي دول أوروبا الغربية المتقدمة بفضل اعتمادها على الثروة الحقيقية وموردها الذي لا ينضب، وهو العنصر البشري. وتصدرت دولة الإمارات المرتبة 26 عالميا من بين 191 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2022 والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأتي متقدمة على دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وترتكز رؤية الإمارات على الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، وتوفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، كما تطمح دائما أن تكون من أفضل دول العالم في مؤشر التنمية البشرية وأكثرها سعادة، ليتمكن كل إماراتي من التعبير عن فخره بهذا الانتماء. ووصلت الإمارات بفضل حنكة قادتها من تطور إلى ابتكار ومن ابتكار إلى تميز، لتسجل قصص نجاح وكفاح يفخر بها أبناؤها والوطن العربي كافة، وليصبح تميزها وبريقها لافتا لأنظار العالم أجمع.